إلى موضوعنا الثاني ونتناول فيه الاحتجاجات اللبنانية. ففي تصعيد لافت لتلك الاحتجاجات في يومها السادس على التوالي، قطع مئات المحتجين اللبنانيين صباح اليوم الطرقات في جميع أنحاء البلاد، معلنين اليوم اثنين غضب، وذلك اعتراضا على التردي المستمر للأوضاع المعيشية وتدهور سعر صرف العملة الوطنية أمام الدولار. المحتجون قطعوا الطرقات بالإطارات المشتعلة منذ ساعات الصباح في مناطق الشمال والجنوب، كما قطعوا الطرق الرئيسية وسط العاصمة اللبنانية بيروت بالإطارات المشتعلة وبحاويات النفايات. قوات الجيش تدخلت لمنع محتجين من افتراش الطريق في شارع المصارف في مدينة صيدا، فيما أقدم مواطنون على قطع طرق في محلة الزهراني وفي مدينة سور كذلك وحصبية جنوب البلاد. أما في الشمال فأغلق المتظاهرون الطرقات المؤدية إلى طرابلس وعكار، كما قطعوا الطرقات الداخلية في تلك المدينتين. التطورات الأخيرة تأتي في ظل تصاعد الاحتجاجات منذ الثلاثاء عقب تسجيل الليرة اللبنانية انهيارا تاريخيا، إذ تخطى سعر صرف الدولار الواحد 10,000 ليرة في السوق الموازية. الرئيس اللبناني ميشيل عون دعا من جانبه الأجهزة الأمنية إلى الكشف عن جهات خارجية تقف وراء الإضرار بالمصالح الاقتصادية لبلاده، بعد أن توافرت معلومات حول وجود جهات ومنصات خارجية تعمل على ضرب النقد ومكانة الدولة المالية حسب تعبير الرئيس اللبناني. ويتزامن هذا الوضع مع أزمة تشكيل الحكومة التي يحاول سعد الحريري تشكيلها دون جدوى. المزيد في التقرير التالي. لليوم السادس على التوالي يتظاهر اللبنانيون الغاضبون في طول البلاد وعرضها، معلنين اليوم اثنين الغضب، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وتدهور سعر صرف الليرة أمام الدولار وسط أزمات سياسية متواصلة وعجز حكومي وانقطاع مستمر للكهرباء في عموم البلاد. ومنذ ساعات الصباح الأولى توفد مئات المحتجين وقطعوا بالإطارات المشتعلة وحاويات النفايات طرقا رئيسية وسط العاصمة بيروت، إضافة لمداخلها، كما تم قطع طريق المدينة الرياضية والمشرفية في الضاحية الجنوبية. وتدخلت قوات الجيش اللبناني لمنع محتجين من افتراش الطريق في شارع المصارف بمدينة صيدا في محاولة لقطع الطريق، حيث باتت الطرقات الداخلية في معظم المدن مقفلة وسط أزمة ازدحام خانقة في حركة المرور حسب مصادر ميدانية. من جهته هدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب بالامتناع عن تأدية مهام منصبه للضغط على السياسيين لتشكيل حكومة جديدة، واعتبر أن الظروف الاجتماعية الجسيمة في البلاد لا يمكن لحكومة عادية مواجهتها من دون توافق سياسي، فيما دعا البارتريك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الأحد إلى مؤتمر دولي، لأن السياسيين عجزوا عن إيجاد حل لأزمة البلاد المميتة، إذ يعجز اللبنانيون عن شراء غذائهم ودوائهم بحسب تعبيره. ووسط استقطاب حاد يمر لبنان بأزمة سياسية واقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية، إذ عجز حتى الآن عن تشكيل حكومة جديدة في وقت اتهم الرئيس ميشيل عون اليوم أطرافا لم يسمها بالتخطيط للإساءة إلى لبنان وضرب توازناته المالية، اتهامات تزيد من تغذية الحيرة والقلق لدى اللبنانيين الذين يتطلعون لبارقة أمل في آخر النفق. معي لمناقشة هذه التطورات الكاتب والمحلل السياسي اللبناني دكتور حسين عطوي. دكتور حسين أهلا بك في هذه الحلقة. اثنين غضب وقطع طرقات في مختلف أنحاء لبنان، إلى أي مدى يشير ذلك لتصاعد الأزمة في لبنان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نمسي بالخير والسادة المشاهدين. الأزمة في لبنان وصلت إلى وصل كما يقال بلغ السيل الزبال، وأصبح اللبناني وعملة اللبناني في الحضيض معا، وبالتالي لم يعد هناك من شيء يخسر، أو المواطن اللبناني يخاف أن يخسره في ظل الضائقة الاقتصادية التي وصلنا إليها. طيب سأناقشك في الضائقة الاقتصادية، لكن في مظهر الحراك اليوم، المظاهرات التي انطلقت في طرابلس قبل الأيام اليوم يبدو بأنها عمت كل لبنان، إلى أي مدى يشير ذلك إلى وجود حراك عام في كل البلاد؟ هو الحراك جاء نتيجة الأوضاع الاقتصادية الضاغطة، بالتالي كان هناك فئة من اللبنانيين لم تشارك في الحوار من العام 2019 إلى اليوم،
اليوم وجدت نفسها مضطرة لأن تنزل لتشارك في الحراك الجماهيري من أجل تغيير الطبقة السياسية والحفاظ على مش الحفاظ لأن يعني هناك الحفاظ للعودة إلى لقمة العيش الكريمة التي كان يعني اللبناني على الأقل يسعى إليها سابقا. طيب حتى نوضح للمشاهدين دكتور حسين، بالنسبة لأزمة الليرة اللبنانية، ماذا يعني أن تنهار الليرة اللبنانية أمام الدولار بهذا الشكل؟ يعني الكل يعرف بأن الليرة اللبنانية منهارة منذ الثمانينات، منذ عام 82. ما الذي حدث الآن عندما يرتفع سعر الدولار أمام الليرة بهذا الشكل الكبير؟ الذي يعني أن لبنان أصبح مكشوف دوليا بشكل كامل، لم يعد هناك من غطاء دولي يؤمن للبنان تغطية مالية، وبالتالي على اللبنانيين أن يبحثوا عن الحلول لأنفسهم من أجل الخلاص مما هم فيه. طبعا هناك شق يعني لهذا الأمر، وجه سياسي ولهذا الأمر وجه اقتصادي اجتماعي. الوجه السياسي من خلال الضغط الأمريكي على الحكومة اللبنانية أو على الدولة بشكل عام، لأن الحكومة في لبنان هي يعني في واقع تصريف أعمال ولا تقوم بالهم السياسي العام. فهناك ضغط أمريكي لتغيير الواقع السياسي في لبنان لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وفي الجانب الآخر هناك شق اقتصادي يتعلق في تدهور العملة بشكل يعني مخيف، حتى أنها وصلت في يعني في اليومين الأخيرين تجاوزت 10,000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وهذا يعني أننا ذاهبون إلى انهيار كامل. يعني اللبناني الذي كان يمكن أن يشتري كيلو الأرز أو السكر أو الحليب في الأيام القادمة لن يستطيع أن يشتري هذا، لأنه سيجد نفسه يعني في وضع اقتصادي كارثي جدا، حتى أسعار المحروقات ترتفع كل أسبوع بمعدل أكثر من 1,000-1,500 ليرة، والكلام أنها ستصل يعني صفيحة البنزين ستصل إلى طيب يعني، وحتى الحركة التجارية مع لبنان يمكن أن تتعرض لنكسة كبيرة، مما يعني أن التجار اللبنانيين ليس لديهم سيولة كافية لشراء البضائع. إلى أي مدى يعمق ذلك المأزق السياسي الذي تعيشه لبنان؟ لبنان لابد له من الخلاص من هذا الواقع السياسي الذي هو فيه، لابد من أن يتخذ المسؤولون ورؤساء الأحزاب التي تتمسك الآن بالسلطة، لابد أن تتخذ قرارا جريئا للتاريخ بأن تدعو لانتخابات جديدة تخرج اللبنانيين من عمق الزجاج الذي نحن نتخبط فيه الآن. ولكن إذا كان هناك مؤامرة، ماذا ستفيد هذه الانتخابات دكتور حسين؟ الرئيس اللبناني يقول اليوم بأن هناك مخطط لمؤامرة وللإساءة للبنان، ومع ذلك لم يسمي هذه الأطراف. الرئيس اللبناني يمكن أن يقول له كل شيء، أن يقول أي شيء، لكن الواقع أنه هناك صحيح أن هناك من يلعب دوليا في الواقع اللبناني، لكن أيضا السياسيين اللبنانيين مسؤولين عن الهدر وعن الفساد الذي يعيشه الشعب اللبناني. يعني نحن موضوع ديون الكهرباء، موضوع ديون المحروقات، موضوع ديون أشياء كثيرة سرقت في لبنان. الشعب اللبناني شعب مسروق، يعني نحن نستطيع أن نتحمل الضغط الدولي لو كان هناك مسؤولين على قدر من المسؤولية الحقيقية، مسؤولين صادقين، مسؤولين مضيفي الكف، لما كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه رغم الضغوطات الاقتصادية العالمية وما يجري على لبنان. لكن هناك طغمة فاسدة على رأسها من يتكلمون اليوم ويقولون بأن هناك مؤامرة دولية. يا أخي المؤامرة الدولية عليك وعلى غيرك، اخرج أنت واترك المؤامرة الدولية. السؤال لماذا لا يخرجون؟ ما السبب بأن هؤلاء يتمسكون بمقاعدهم حتى الآن؟ وهل سيفيد اللبنانيين عودة الحريري للحكومة التي انتفض أصلاً اللبنانيون في المقام الأول عليها؟ لا أدري إن كان ستفيد عودة الحريري للحكومة، لكن الذي سيفيد هو أن تتخذ هذه الطبقة السياسية قراراً جريئاً بأن تذهب إلى انتخابات مبكرة وشفافة ضمن قانون انتخابي عادل يحقق التمثيل الصحيح للبنانيين، وليس ضمن القانون الانتخابي الذي تم انتخاب هذه الطبقة على أساسه. إذا كانت هذه الطبقة السياسية تريد لبنان أن ينهض، أن يعود،
عليها أن تتخذ هذا القرار، وإلا سنذهب إلى الأسوأ، لأن الأيام القادمة لا تبشر على الإطلاق بخير إنها. فأنا أقول هذا الكلام وأقوله بمرارة، بمرارة شديدة جدا، لأنني أشعر بالأفق الذي يعني يمر أمامنا في الأيام القادمة. ستأتي علينا أيام صعبة جدا، قد يأكل الناس بعضهم البعض. الله يستر. شكرا جزيلا دكتور حسين عطوي، الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، كنت معي من بيروت.